كده ايه بقى؟ انت كده غبي. اتكلم يعني؟ استنى الناس هتفتكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصحابي واخواتي حبايبي، طبعا يعني زي ما احنا على اتفاقنا ومعادنا النهاردة طبعا يعني لايف. على فكرة انا اول مرة اخش لايف، يعني اول مرة اعمل لايف، بس يا رب تكونوا يعني متابعين ومبسوطين ان احنا مع بعض، وما يكونش دم كده تقيل عليكم. يعني النهارده التوبيك او اللي هتكلم فيه النهارده حاجه يعني تكنيكال شويه او هي فنيه شويه، اللي هي مسابقات الطهي الحي او اللي هي لايف كوكينج كومبيتيشن. قبل ما نتكلم في اللايف كوك كومبيتيشن او في المسابقات يعني اللي احنا بنشارك فيها، لازم الشيف قبل ما يشترك في المسابقة لازم يكون هو شيف كويس، يعني لازم يكون هو طباخ كويس. لما يبقى طباخ كويس في مطبخه اللي هو بيشتغل فيه، ايا كان بقى بيشتغل في مطبخ، في فندق، في مطعم، المفروض ان هو يكون شاطر في شغله او في الاوبريشن بتاعته، علشان هو طبعا ينجح في ايه، في المسابقة. ايه هي المسابقة؟ المسابقة طبعا زي ما انتوا عارفين تنافس ما بين شيفات وبعض عشان خاطر اكتساب مهارات جديدة. الناس بتتعلم من بعض عن طريق الاحتكاك، وعن طريق ان هم يعني احنا بنعلم بعض في بعض، يعني بنشوف افكار بعض، بنشوف اطباق بعض، عشان خاطر نقدر نستفيد ويطلع كلنا كده كمنظومة، نطلع كلنا مع بعض. طيب، مسابقة طهي في اكتر من مسابقة. طبعا انا سيد بالناس اللي ما شاء الله داخلين وتعليقات اشتغلت، بس انا يعني هحاول اركز في الحاجه اللي هي الماده اللي انا هتكلم فيها، الماده اللي انا هتكلم فيها عشان يبقى فيه استفاده للناس. يعني ربنا يخليك يا مستر نبيل حبيبي، ربنا يخليك، بس انا لو قعدت همشي على كل الناس اللي بتتكلم، انا مش هتكلم في اللي احنا بنتكلم اصلا. عشان يعني في نوعين من المسابقات الاساسيين، في مسابقه اللي هي الاسبك او اللي هو الصالون الطهي، اللي هو العرض البارد اللي بيستخدم فيه الجيلاتين او الاسبك، وده بيبقى بالطبق، يعني بنعمل الطبق وبنغطيها بطبقه الاسبك، وبتبقى معروضه لفتره كده طويله في طبعا مكان مكيف. وبعدين اللي حصل طبعا ان الواكس او منظمه طبعا الطهاء العالميين يعني حست ان الاكل كتير بيتحط عليه الاسبك، وفي الاخر كله ده بيترمي في الزباله، واحنا بنتكلم في كوست وويست واكل وفود ويست وكده. فيعني حاولوا ان هم يركزوا الفتره اللي فاتت اكتر بشكل اكتر على مسابقات الطبخ الحي، على اساس ان ده انت كشيف او طباخ هو ده المقياس او ده المعيار بتاعك، انت كراجل شيف بتطبخ بتطلع اكل كويس، تسبا كويس، برزنتيشن كويسه، وفي نفس الوقت بيظهر كل المهارات لايف قدام التحكيم، قدام الناس كلها. احنا ابتدينا الفتره اللي هي اللي فاتت دي ان احنا نبتدي نركز على مسابقات الطبخ الحي او اللايف كوك كومبيتيشن، اللي هي سواء كانت بتبقى في الهيس او يعني ان شاء الله كده ممكن تبقى في اماكن تانية غير الهيس الفتره اللي جايه، عشان هي دي المقياس اللي بنقدر نحكم بيه على الشيف ان هو فعلا شاطر، وان الطبق اللي بيحصل في مسابقه الطبق الطهي الحي دي لازم يكون فعلا ينفع تقدمه في مطعم. يعني انت لازم تقدر في المطعم اللي انت بتشتغل فيه ينفع الطبق ده يتقدم، ايا كان بقى طبق ستارتر، طبق مين كورس، طبق حلو، سيت منيو، طبق فيجيتيريان، ايا كان، لان في الاخر احنا بنشتغل في اكل، يعني فاكل المفروض يتاكل. فطبعا عشان خاطر تقدر توصل ان انت تنجح وتاخد ميداليه كويسه في مسابقه الطبخ لايف،
دي محتاجة بعض المهارات منك كشيف، لازم تتقنها عشان خاطر تقدر تتميز وتاخد مركز كويس وتاخد ميدالية كويسة يعني. طيب هنتكلم عن أول حاجة عشان أنا أشترك في المسابقة. قبل أي حاجة لازم أعرفك كويس أوي، أنا هشترك في إيه؟ يعني المسابقات بتاعت الطهي بتبقى فيها كاتيجوريز أو أقسام مختلفة، فأنا مثلا قررت إن أنا هشترك في طبق مين كورس، أو هخش أشتغل في طبق ست منيو. طيب لو أنا هشتغل في طبق مين كورس أو ست منيو، طيب أنا محتاج أعمل حاجة تكون مش تقليدية، يعني حاجة بره الصندوق. فبداية اشتراكك في المسابقة ان انت تقعد مع نفسك الاول وتحدد وتقرا الرولز كويس جدا بتاعت المسابقة، الوقت قد ايه، الدرجات بتاخدها فين، وتتدرب على اللي انت هتنفذه بالظبط كده، مش اقل حاجة 3 4 مرات. يعني عشان تقدر تكسب طبق في مسابقة لازم مثلا نقول لك الطبق ده انت هتعمله في 60 دقيقة مثلا، وهتعمل منه طبقين، والامكانيات المتاحة ليك كمعدات هتستخدمها اللي هي مثلا 2 عين بلاطة كهرباء او فرن صغيرة، ويعني ممكن يديك جريلا ممكن لا. لازم احط كل الظروف دي عندي في مطبخي واعمل ترايل ليا انا كنفسي وانا بطبخ على الموضوع ده، مينيموم مش اقل من 3 4 مرات، ويبقى معايا الستوب واتش ومعايا ناس زمايلي ماسكين الساعه ويقولوا لي اخطائك فين، واعمل الموضوع ده مره 2 3. طب قبل ما ابتدي بقى اخش اعمل التدريب ده، لازم اقعد مع نفسي كده قعده روقان وتبقى دماغي رايقه، واقعد اكتب المنيو. وده سر النجاح بقى، ان انت ازاي تعمل طبق او ست منيو يخلي الحكم اللي قدامك يقول ايه ده، واو، لا ده الراجل ده بيفكر، الراجل ده عنده لا عنده فكر في دماغه وعامل حاجه مش تقليديه. ما انا ما ينفعش اروح اشترك في مسابقه واعمل تشيكن جريل وصوص مشروم مثلا او بطاطس بومفريت، يعني لا، انا عندي الخامات يعني كتيره جدا، اقدر بقى انا الف واقعد ورقه وقلم في حته هاديه كده وتخيل. وطالما انت شايف وصلت للمستوى ان انت تخش في المسابقه، يبقى لازم عندك الفكر بتاعك عالي قوي، وتبتدي تكتب ورق زي كده، الورق بتاع الافلام والسيناريو. ما انت فنان، المطبخ فن، انت يعني كوكينج ارت، لازم يبقى عندك التالنت، موهوب، وتقعد تتخيل كل الخامات دي هوظفها ازاي وهشتغلها ازاي، ومع الحفاظ بالطرق الأساسية بتاعة المطبخ الكلاسيك. يعني ما اخترعش، أنا عندي 18 طريقة طهي هستخدمهم، أو استخدم منهم على الأقل 3 4 طرق طهي في الطبق نفسه، عشان ما بقاش كل الدنيا في حتة واحدة. لازم أظهر الكاتينج سكيل بتاعي، مهارات التقطيع بتاعتي، ما أنا شيف، لازم يبقى الطبق فيه أكتر من تقطيعة وانا بقطع وانا بستخدم الطبق. لازم يكون عندي البوتشر سكيل، يعني انا عندي مهارة ان انا راجل بشتغل جزار، اخد حتة اللحمة اشفيها اقطعها، فدي برضو حاجات لازم الواحد يبقى شغال على نفسه فيها كويس اوي ويكون بيعرف يعملها. فبكتب المنيو، براعي فيه طبعا الكومبينيشن او مكونات الطبق. طبق المين كورس يعني عشان تبقوا انتوا عارفين، لازم يتوفر فيه جميع اللي هي المكونات الغذائية الكاملة، اللي هي عبارة عن ايه بقى. انا سعيد جدا وانا بشارك معاكم المعلومات دي، ومش عايزين يعني مش عايز اقول لكم انا مبسوط جدا معاكم. يعني رقم واحد، الطبق لازم يكون فيه 4 مكونات. 1 الفيتامينز او الفيتامينات، وبيمثلها طبعا الخضار. 2 البروتين، البروتين اللي هو الايتم الرئيسي بتاع الطبق، بروتين بقى سواء كان لحوم او اسماك او طيور وات ايفر.
رقم ثلاثة يكون عندي الستارش أو اللي هي المادة النشوية في الطبق، بطاطس، بطاطا، رز، فريك، قمح، كسكسي، لازم يكون عندي عشان يبقى فيه توازن في الطبق. رقم أربعة طبعا المادة الدهنية اللي هي بيمثلها الصوص اللي انت هتحطه في الطبق، عشان يبقى انت كده لميت العناصر بتاعة الطبق بالكامل. طيب ايه النسب بقى؟ يعني ايه النسب؟ عشان ما احطش بقى انا كيلو رز على صدر فرخة، يعني ما ينفعش. تلت وتلتين. يعني ليه بقى؟ انا زبون بخش اشتري طبق مين كورس في مطعم، فالطبق مكتوب لي في المنيو فيه ان انا هاخد مثلا بيف فيليه مع خضار سوتيه مع بطاطس جريل ولا اي بطاطس وصوص كذا في الليله كلها. انا دافع الطبق، ادافع فلوس الطبق بتاعي في الستار ايتم او اللي هو المين ايتم. المين ايتم بتاعي بقى اللي هو ايه؟ المين كورس بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو البروتين. فبالتالي قطعه البروتين اللي هتبقى في الطبق بتمثل تلتين الطبق عشان الاوزان. طيب لو انا هتكلم على طبق مين كورس يعني 180 جرام 200 ماكسيمم، يبقى انا هقسم النسبه دي تلتين وتلت، فاخد مثلا القطعه بتاعت اللحمه اللي عندي او اللي هو البروتين اللي عندي ياخد النسبه الاكبر اللي هي التلتين، والتلت اللي فاضل هقسمه ما بين الخضار وبين الستارش او اللي هو البطاطس يعني او النشويات اللي عندي وبين اللي هو الصوص. ده مكونات الطبق المين كورس. طيب يعني الوزن بتاعه يعني ما يزيدش عن 180 جرام ماكسيمم. بلاش بقى شغل اللي احنا مصريين بقى كرمه، فلازم بقى نحط الطبق مليان. خلي الطبق المليان ده في البيت تقعد تاكل وتشبع بقى براحتك، رز ومكرونه للصبح. لكن لما بتشتغل في المسابقه، لان انت بتتحكم بالمعايير الدوليه، وغالبا لو في شيفات بتبقى اجانب البورشن بتاع الاجانب بيختلف عننا احنا كعرب او مصريين يعني، فهو هيحكمك على المقاييس اللي هي المعايير الدوليه اللي انت ما تقدرش يعني تغيرها. وحتى لو كان اللي بيحكم شيف مصري، هو برضو مجبر ان هو يلتزم بالتعاليم اللي هي الانترناشونال. مش هيعمل لك، مش هيحكم هو باكل البيت. والموضوع ده يعني حصل معانا في مسابقه من المسابقات الدوليه، كنا بره مصر وكان ده من ضمن الكومنت. حتى انا قلت له ده يعني ست منيو انا ممكن اقدمه في مطعم، واحنا في دوله عربيه، والدوله العربيه اللي انا المسابقه كانت فيها كان دبي. انت عارف العرب يعني بيحبوا البورشن سايز بتاعهم يبقى الطبق مليان شويه. قال لك لا انا ماليش دعوه، احنا بنلتزم بالمعايير. ونزلت درجات في الطبق، يعني اتحولت من ذهب لسيلفر بسبب حاجه صغيره زي دي. فنخلي بالنا، دخلنا بالك كويس قوي يعني. طيب التسويات بقى، ما ينفعش يبقى الطبق كله جريل ولا كله مسلوق ولا كله مقلي يعني بالبلدي كده يعني. ما ينفعش احط حته ستيك جريل او بيف فيلي جريل وخضار جريل ومش عارف بطاطس جريل كل الدنيا جريل. لا، في احنا عندنا 18 طريقه طهي مختلفه، اللي يعرفهم اوكي واللي ما يعرفهمش احنا ممكن يعني نتكلم فيهم، بس دي يعني انا محضرها في وقت تاني بالتفصيل يعني. بس هما يعني لو اتكلمنا كده، في طرق طهي جافه وفي طرق طهي رطبه، وفي طريقتين طهي منهم من ال 18 اللي هما توافقي يعني بيجمعوا ما بين اللي هو الرطب والدراي او اللي هو الجاف يعني. فلازم انا استخدم اكتر من طريقه طهي في الطبق، لازم الطبق يبقى فيه أكتر من تقطيعة مختلفة، تقطيعات كتير جدا، الخضار أو البطاطس. مهم جدا يبقى فيه اللي هو القوام أو التكسر بتاع الطبق نفسه، القوام بتاعه يعني. ما ينفعش يبقى الدنيا كلها مجد. ما يجيش أعمل أنا مثلا سبانخ خضار ومعاها مجد بطيطو وبطاطس برضو مجد ومش عارف، الدنيا كلها كده مفيش حاجه بتتاكل يعني، كله ناعم في بعضه كده مش هينفع. فلازم التسويات بتاعتي وانا بعملها اخلي بالي منها ان حاجه بتكمل حاجه. الالوان مهمه جدا في الطبق يعني، ما يجيش بقى الدنيا كلها تبقى صفراء ولا كلها حمراء ولا كلها لون واحد. سبحان الله ربنا خلق لنا يعني
خضار وفاكهة وحاجات كلها ألوانها مختلفة. وبعدين بطرق الطهي بتاعتنا لو استخدمناها صح يعني بتدي شكل وطعم مختلف. يعني انت عندك جزراية او حت يعني هنقول سلايس جزر او جزر باتونيت. الجزر الباتونيت ده انا لو عملته جليزد هيبقى شكله مختلف عن لو عملته جريلد، هيبقى شكله مختلف لو سلقته او البويلد هيبقى شكله مختلف، لو حمرته فرايت في الزيت بشكله مختلف، لو حطيته في الفرن روست. يعني كل تسوية للجزرية، يعني هنعتبر الجزرية دي مثلا كل تسوية ليها هتديك شكل مختلف ولون مختلف وطعم مختلف عن التانية. ودي مهارتك كشيف ان انت تقدر تلعب بالتسويات وتقطعات وصوت عشان تقدر تقول للحكم لا انا فاهم، انا بعمل طبق الصوص بتاعي القوام بتاعه عامله بالشكل ده او بالطريقه دي. برضو الصوصات وشجره الصوصات ده كورس كبير تاني برضو ان شاء الله ربنا يسهل كده اقدر اقعد احكي معاكم واديكم المعلومه الصح اللي هي 100% اللي الناس تبقى عارفاها ويعني تستفيد منها ان شاء الله يا رب. لما تيجي تكتب الطبق او تحضر الست منيو بتاعك او للطبق، لو هتعمل طبق يبقى تراعي فيه كل الكلام ده اللي احنا اتكلمنا فيه: بورشن سايز، تسويات، تقطيعات، قوام، الوان. ده مهم جدا. زائد بقى الفكره اللي انت بتتكلم، الفكره نفسها اللي انت محضرها تمام، وما تبقاش كومبليكيتد لان المطبخ بسيط. على فكره انت كل ما عقدت في الطبق بتاعك وكل ما عقدت في الدنيا كل ما انت تتاخد عليك، يعني مش عشان تبقى عارفين اصعب حاجه في المطبخ هي اسهل حاجه تمام. يعني صدقوني يعني الاومليت كله بيستسهل يقول لك ده اومليت، والله اصعب حاجه الاومليت. واتحداكم لو عملنا مسابقه في البيض في طبق اومليت تمام، في ناس كتيره مش هتعديه وما تستهتروش بالكلام، يعني انا بتكلم معاكم بجد. فبالتالي انت كشيف زيك زي الدكتور زي الفنان لازم بتقعد بترسم الطبق على ورق بتكتبه وبتقدر تركب الفليفرز بقى اللي هي النكهات مع بعض ايه يمشي مع ايه. انا لو ركبت حاجه مع حاجه هتبقى عامله ازاي؟ يعني انا في مره في مسابقه عملنا طبق حلو كانت معموله مثلا من المغات، مغات والله مغات كريم في طبق حلو في طبق حلواني يعني، وخدنا ميداليه، خدنا ذهب، خدنا كاس وكده. يعني لو حد كان حاضر معايا المسابقه دي من الشباب اللي حاضرين هيضحك دلوقتي لان كان الموضوع كان غريب. انا حتى لما كتبت المنيو وكتبت مغات فرحت اعمل في كتابه المنيو كتبت المغاد عباره عن ايه، لان كان اللي بيحكم اجنبي فايه مغاد، فكتبت له كده شرح تفصيل او ديسكريبشن صغير كده المغاد ده عباره عن ايه وبيعمل ايه والفوائد بتاعته ايه وممكن نستخدمه ازاي. فالحمد لله يعني الموضوع نجح وفهموه وتقبلوه وكان طعمه جميل جدا وفليفر جديده عليهم بس طعمه حلو. المطبخ عباره عن ايه؟ انت بتعمل حاجه طعمها كويس وشكلها كويس وينفع نعملها، يعني تنفع تتعمل والتوظيف بتاعها يكون مظبوط يعني. طيب ايه تاني؟ انا عشان احضر للمسابقه دي لازم اراعي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها الاول دي. طيب لو انت بتخش تعمل ست منيو مثلا بتعمل ستارتر وبتعمل مثلا كولد ستارتر اللي هو الطبق البارد المقبلات او الطبق اللي هو فتح الشهية البارد الاول، ممكن تعمل هوت ستارتر اللي هو الطبق التاني لو هي 4 كورس، بعد كده المين كورس، بعد كده الديزرت. وانا بعمل الست منيو براعي فيه طبعا ان الكميات برضو ان الزبون او الحكم اللي قدامي هياكل 4 كورس، يعني هياكل ستارتر وهوت ستارتر يعني كولد وهوت ومين كورس وحلو، فانا اخلي بالي ان هو يقدر يكمل معايا. فلازم بعمل الكميات
بتاعت الطبق الاربع اطباق بتوعي ما يبقاش الزبون ما يقدرش يكمل معايا. الكلام ده في اوبريشن يعني، وانت في شغلك كمان يعني غير المسابقه بس يعني. طيب كتبت منيو، ودي مهمه جدا وناس كتيره بتغلط فيها. اعتبر يا عم ان الحكام بتتلكك لك. انت بتكتب منيو وبتسلمه للحكم قبل ما بتشترك في المسابقه. الحكم بياخد منك المنيو، لما بتدي له الطبق هو بيمسك المنيو ويقعد يراجع فيه خطوه خطوه بالحرف. انت كاتب ايه وكاتب تسويته ايه. انت كاتب البطاطس هتعملها مثلا روست، طب الروست ده المفروض تبقى لونه لون الروست ذهبي بقى طالع من الفرن. لا، انت عملت الطبق كتبتها له في المنيو روست ورحت انت سلقتها، تتاخد عليك بوينت على طول، تنقص. انت بتشتغلني يا عم، انت كاتبها لي روست وعاملها لي مسلوقه، لا ما تنزل. طيب ماشي، دي خفيفه. طب انا كتبت بقى في الطبق مثلا ان انا حاطط فيه وليكن كوسه، ده المنيو بتاعي. طيب جيت انت نسيت تحط الكوسه او ما خدتهاش معاك، تمام، وسيبنا من الكوسه عشان ما حدش يفهمنا غلط، هنقول بروكلي يا عم. هنعمل بروكلي. جيت انت ما خدتش معاك بروكلي، ما حطيتوش في الطبق، تنقص درجات على طول ويتاخد عليك بوينت. ليه بقى؟ الحكم اللي بيحكم على الطبق بتاعك او المنيو بتاعك هو بالظبط زبون، هو زبون، فقرا المنيو وطلب منه الاوردر، فهو عارف ان الطبق اللي جاي له فيه المكونات دي، في بقى بروكلي، في بطاطس اللي انت كاتبه، هو مستنيه يجيله زي ما مكتوب. لو انت ما حطيتش حاجه الزبون هيشتكي، فبالتالي الحكم هو زبون، تمام. والله مجمع الحبايب وانا حبيبكم اكتر. ان شاء الله في برنامج اسمه زوم شغالين عليه مع الجمعيه، ده بيخلي بقى ان انا ممكن اشوفكم ونبقى التواصل بشكل كمان، مش انا بس اتكلم وتكتبوا لي، لا اشوفكم وتشوفوني ونتكلم باذن الله. ده هيكون يعني احسن بكتير طبعا، عشان اقدر اشوفكم وبتواصل بشكل اكبر يعني، بدل ما انا عمال اكلم نفسي كده. طيب فالمنيو لازم اللي يتكتب يبقى هو بالظبط اللي بيتنفذ، ضروري ضروري ضروري، ده يعني اساسيات. ايه تاني؟ لو انت يعني بصيت، اللي بيتنفذ في المسابقات اللي هي اللايف هو نفسه اللي بيتنفذ في المطعم الالكارت اللي في مطعمك او في الفندق عندك، بالظبط بالظبط. طيب في قاعده بتقول كولد فود سيرفد كولد وهوت فود سيرفد هوت، يعني الطبق لو بارد يطلع بارد، الطبق سخن يطلع سخن. مهم جدا، ما ينفعش انا اطلع طبق سخن اطلعه بارد او العكس، فخلي بالنا برضو من ده كله. طيب ايه تاني؟ الطبق لازم يطلع نظيف، مفيش بصمه، مفيش لمسه صوابعك، مفيش الكلام ده، مفيش تاتش بتاع الطبق، لازم الطبق بيطلع يكون بيلمع. طيب اسماعيل، وزن الطبق تاني 180 جرام المين كورس، الستارتر المين كورس 180، انا عشان اسماعيل بيقول لي عايز اعرف وزن الطبق تاني، بنتكلم 180 وتلتين وتلت، يعني المين كورس من بروتين التلتين والتلت اللي هو بقى المكونات اللي هي الكربوهيدرات الستارش الخضار الصوصات وكده. الستارتر 120 جرام ماكسيموم، يعني 120 من 90 ل 120، والحلواني نفس الكلام يعني 90 110 بالكتير. طبعا الحد دي المكونات، ده الوزن بتاع الاطباق يعني المفروض. ايه تاني نخلي بالنا منه؟ يا ريت الكلام ده يعني تحفظوه عشان خاطر لو ركزتوا فيه ونفذتوه وصدقني مفيش حد فيكم مش هيكسب، لان انا حزين جدا للمستوى اللي وصلنا له في اخر مسابقه حضرتها انا في الهيس، اللي هي السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها، عشان اللي فاتت انا ما رحتش ما حضرتش بصراحه. بيجي لنا ناس ضيوف من بره ومحكمين من بره، والسنه اللي قبل اللي فاتت، الهيس اللي قبل اللي فات اللي كنا عاملين فيه طبعا المسابقه، المستوى اللي كان موجود كان حاجه طبعا يعني ما كانتش كويسه بامانه يعني، حاجه تحزن يعني علينا. فان شاء الله يا رب اللي جاي افضل. من ضمن الحاجات برضو اللي المحكمين بيبصوا عليها كويس قوي الميزان بلاس بتاعك. على فكرة انا قدامي فيها على اللابتوب لسه، انا لسه ما اتكلمتش فيها، انا كل ده بتكلم من الخبرة العملية
بتاعتي انا او بالاحتكاك بتاعي انا اللي انا اتعاملت فيه في موضوع المسابقات ده يعني. فلسه انا ما كتبتش الارشادات، لسه ما قلتش ارشادات وتوجيهات مسابقات الطبخ السخن او اللايف كوكينج، الورق اللي مكتوب قدامي يعني. انا بتكلم من الذاكره او من الخبره يعني، اللي هي الواحد شارك فيها في المسابقات اللي شارك فيها قبل كده يعني. الحكم او الحكام بينقسموا لاتنين، في حكم ساحه وحكم بياخد بيعمل التيست ويراجع المنيوهات. الحكم اللي قاعد جوه ده بياخد بيحكم على البرزنتيشن والتيست بتاع الاكل، والطبق سخن ولا بارد، ونضيف ولا مش نضيف، والتايمينج انت طالع في ميعادك ولا لا، والكلام ده كله. وفي حكم الساحه او الحكم اللي بيبقى واقف معاك في المطبخ ده. الحكم بقى اللي بيبقى واقف فوق دماغك ده بيبقى ليه درجات مهمه جدا، بيبص على حركتك في المطبخ، هل انت جاهز، هل انت يعني مزمبلاصك، الميزمبلاص بتاعك مظبوط ولا لا. يعني ايه مزمبلاص؟ مزمبلاص مش بصل مفروم وثوم مفروم لا، انت من اول السكينه بتاعتك ده مزمبلاص يعني، من اول المعلقه اللي هتغرف بيها او الادوات اللي هتستخدمها في السيرفنج في الادوات الغرف بتاعك ده مزمبلاص، من اول الساعه او المنبه اللي هتحطه عشان تظبط عليه التايم بتاعك كنت شغال ده ميزان بلاس يعني. الحاجات دي بتسمى ميزان بلاس، تحضير، وده مهم جدا على فكره. التحضير اهم من الشغل نفسه، لان من غير تحضير مفيش شغل يعني. ده مطبخ زي كده، دكتور داخل اوضه عمليات اما ما كانش حاطط ادواته حواليه وفتح بطن المريض هيقعد يدور، شكرا المريض الله يرحمه، هي كده تمام. زي ناس كده مثلا في الاوبريشن يروح رامي مش عارف ايه في المربع وهو بيدور على، لسه هيدور على المقصوصه اللي قالب بيها، على ما يدور على المقصوصه ولا يكون البتاع سافر اللي هو حاطه ده دور عليه، ودي اخطاء بتحصل كتير يعني. التايم الوقت مهم جدا جدا جدا، لان انت كل دقيقه بتتاخر فيها عن التايم من قبل لجنه التحكيم ده بالظبط معناها ان زبون طالب اوردر، وانت قاعد الزبون قاعد مستني الاوردر، والاوردر بتاعه اتاخر عن ميعاده، تاخرت دقيقه 2 3 4 بتبتدي يتخصم منك درجات، كذلك درجه 2 3 وانت هكذا. فبالتالي طيب افرض انا شاطر وخلصت بدري، نفس الكلام لو انا خلصت قبل ميعادي تمام، انت اديت الاكل والزبون لسه مش جاهز ياكل دلوقتي، هو ظابط ان هو ياكل مثلا، هيبقى في ناس معاه بتاع، فان انت تخلص بدري مش نصاحه برضو بتنقص. فلازم مع الخبره طبعا والذكاء بتاعك تقدر بالظبط تحكم التايمنج بتاعك، ان انت تبقى ماتشنج مع التايم. والله انت هتعمل بيك الساعه 9 الا ربع او الساعه 12 الا ربع، يبقى 12 الا 10 انت بتغرف الطبق بتاعك وبتعمل فينيشنج راك بيك اب خلاص ماشي. طيب النظافة الشخصية بقى، انت واقف شغال بيبقى في هايجين، بيبقى في دكتور هايجين واقف في المسابقة، كل خطوة بتعملها وانت وشغال محسوبة عليك، كل خطوة، لون البلانشة، لون السكينة، الحاجات دي طبعا كشفات محترفين انتوا في الموضوع اكيد عارفينها وعارفينها كويس قوي قوي، وبنستخدمها كده كده في الاوبريشن او في الشغل بتاعنا الطبيعي. لكن في المسابقات بيبقى عليها درجات ويعني بيتلكك لك فيها يعني. طيب الجلافز او الجوانتي ده عليه كلام كتير. طيب الجلافز انا هفرم بصل، البصل ده بعد ما هفرمه هحطه في طاسه، والطاسه دي فيها زيت درجه الحراره بتاعته معديه ال 200 ولا ال 150 درجه مئويه، زيت هطبخه على النار يعني هيطلع عينه على النار. طب انا لابس الجوانتي ليه؟ عشان امسك البصل اللي بعد كده هخش النار، ده اي بكتيريا ولا ميكروب هيخش النار في درجه الحراره دي هيموت. عارف بيحصل ايه؟ بتقطع انت حضرتك الجلافز وانت بتفرم، والجلافز ده بيروح نازل في البصل او في الحاجه اللي بتفرمها ايا كان بقى ايه، وتروح واخدها انت منزلها في الاكل فاصبح تلوث تمام. طيب البس الجوانتي امتى وما البسوش امتى؟
اغسل ايدي كل تلت ساعه بالصابون وعقمها احسن من البس جلابس. طب حلو، ده اثناء الشغل ولا في التقطيع؟ طيب لا، انا همسك اكل والاكل ده هيتغرف في الطبق وهيروح للزبون دايركت. لا، الزبون ما ينفعش انه ياكل من ايدك على طول. لا، في الحاله دي لازم البس الجلافز، طالما ايه اللي هو ريدي تو ايت فود. طول ما انا بعمل سلطه عايز اقلب شويه جرجير ولا اقلب ايا كان، لازم جلافز، ما فيهاش هزار، طالما اكل بارد. طب عايز اغرف طبق، احط مثلا خضار سوتيه ولا احط حته اللحمه، مسكهاش بايدي خلاص، انا هحط اللحمه طلع الطبق الزبون راح ياكل، ما ينفعش. لازم امسكها يا اما بتونج او ماسك او بجلافز بايدي، بس بجلافز في الحاله دي لازم استخدم الجلافز. اثناء التحضير، طالما الحاجه دي هتدخل نار فرن بقى او تبقى على النار سوتيه او هتخش اي معامله فيها نار، مش محتاج البس الجلافز. طيب هشتغل في البوتشر، عندي مثلا لازم اتبع بتاع الحاجات البلانشة مثلا الزرقاء بتاعت السمك، الصفرة بتاعت الفراخ، الحاجات اللي انتوا عارفينها. طب انا داخل اعمل ست منيو وانا لوحدي، والست منيو ده هيبقى فيه عندي ستارتر ومين كورس وحلو، وانا اللي هعمله، ما عنديش حد بيساعدني، وعندي ترابيزة واحدة هشتغل عليها، لازم اكون ذكي. تمام، طيب ابتدي بالحلواني الاول، يعني اعمل الحلو الاول، اخلص الحلواني طبعا اللي بيخش الفرن يدخل، اللي يخش التلاجة يدخل، اروح منظف واعمل سانيتايزر ومغير البلانشة ومغير الجلافز اللي في ايدي لو انا كنت شغال في حلواني، او يعني اغير الجلافز كده كده لان انا طالع من كورس لكورس او من حاجة لحاجة. وبعدين رقم اتنين اشتغل جزار، اعمل شغل البوتشر بتاعي واغلفه واروح مدخله بقى التلاجة عشان هيبقى يستوي بعد كده، الا لو حاجة هتاخد تسوية طويلة. تمام، الحاجة التالتة بعد كده اروح منظف ومعقم، وبعد كده داخل اعمل الانتموتيري بتاعي او اللي هو التقطيعات بتاعتي اللي هي بتاعت الخضار اللي هشتغل بيها. طيب من الحاجات برضو المهمة ان لما بتيجي تخش تعمل منيو او طبق لازم تبقى عارف مكونات الطبق بتاعتك ايه. طيب والله انا عندي طبق فيه فاصوليا بيضة وانا واخدها معايا ناشفة، هتاخد وقت قد ايه عشان تستوي؟ هتاخد وقت طويل. يبقى في الحالة دي اول حاجة اعملها احط الحاجات اللي بتاخد وقت طويل معايا، يعني مثلا حتة لحمة مثلا مش اللي هي البريميوم كات اللي هي يعني مش في الفلي ولا الحاجات اللي بتسوي على طول، معايا مثلا عكاوي، معايا موزة، ماشي يا موسى، حاضر شيف موسى عايز يعرف وزن اللحمة والرز والخضار بالجرام. طيب لو هنقول ان اللحمة مثلا هنحط حوالي 140 جرام لحمة اللي هي المي كورس، يعني بروتين هنحط مثلا 140 او 120 130، وبعدين الاسترش بتاعنا احنا ممكن نحط 20، وبعدين الخضار بتاعنا ممكن نحط 30، يبقى كده كام؟ كده ادي 50 و 120، ادي 170 اهو، ونحط 10 جرام صوص. حلو كده؟ ده كده بالجرامات يا موسى. نرجع للكتب اللي بتكلم فيها، فلازم الحاجه اللي هتاخد وقت اطول في التسويه ابتدي بيها الاول. وانا راجل انا فاهم، انا داخل وعارف، ما جيش ان انا ابتدي في الحاجه السهله وبعد كده البس بقى انا في الحاجات اللي تاخد وقت طويل يجي يعدي عليا التايمنج. ولازم تبقى ذكي، يعني هديكم مثلا مثال بسيط. انا في مسابقه من المسابقات كان التايمنج بتاعنا داخلين نعمل ست منيو والوقت بتاعي ساعه ونص، والمفروض ان طبق المين كورس اللي انا هغرفه بعد ساعه و20 دقيقه، يعني بعد ساعه يعني ساعه و20 دقيقه المفروض المين كورس يتقدم. جنيت انا وقلت انا هعمل لام شانك موز ضاني وهسويها روست، او يعني مش هسويها روست انا هسويها بريزي. فطبعا
ده في ريسك، هتاخد وقت قد ايه والصفه قد ايه وكده. فالحكم اتناقش معانا يعني، انتوا هي دي هتستوي في الساعه، ساعه زمن عشان تلحق تستوي وكده. فقلت له ربنا يسهل ان شاء الله. هو ما كانش شايف احنا عاملين ايه. طب انا كنت عامل ايه بقى، او احنا كنا عاملين ايه؟ بلاش، انا كنا متدربين عليها وجربناها اكتر من مره، بس انا كنت واخد بقى معايا حل الضغط. عارفين حالة الضغط اللي هي زي بتاعت البيت يعني، اللي هي الحلة البريستو. فحالة الضغط دي خدتها معايا وحطناها واتدربت عليها 3 مرات قبل ما اروح، ولا حاجة الموزة طلعت موزة بجد بقى يعني. فالحكم اتفاجئ ان انا عندي حل الضغط وقفلتها كويس واشتغلنا بيها، ومش عايز يعني الراجل كان منبهر. ليه؟ لان هو كان مستني الموزه دي استحاله هتستوي في ساعه يعني، وموزه كانت حاجه محمله بلدي يعني كده وبتاع. فانت لازم تبقى ذكي وفاهم عشان تشترك في مسابقه، لازم تكون شيف فاهم. لو هتاخد بالشكل ومن المنظر وانا شفتها فاقلدها، ما ينفعش اخوانا. لازم يبقى عندك البيزك اساسيات وفاهم كويس قوي. مش كل واحد رسم طبق وحط الوان وطماطميه شيري واسبرجوسايه خضراء ومش عارف الطماطمايه دي لونها صفراء والفاصوليا الحمراء وقعد يلون يحط الوان، ده مش اكل، ده مش ريل فود. برزنتيشن مطلوب، لكن التيست عليه اكتر من 75% من الدرجات. انت لو بصيت المسابقه بتتحكم ازاي، لو هي من 100 انت عندك 70 درجه تيست، ما انت طباخ بتعمل اكل، والباقي الحاجات التانيه اللي قلنا عليها، الاعداد والتحضير والبرزنتيشن والافكار وكل ده والمنيو مش المنيو. لكن التيست بتاعك هو اللي هو طب بتاعك، تيست فود تيست. انا باكل، وده الاخطاء اللي بيقع فيها معظم الشيفات اللي بيشتركوا في المسابقات اللايف يعني، ان هو بيركز في البرزنتيشن قبل ما بيركز في التيست. فيبقى اهم حاجه عنده شكل الطبق عامل ازاي، طب وطعمه وتسويته، الحاجه نيه مستويه، طعمها كويس، راكب على بعض، ولا انت بتركب الوانه بس. تمام يعني، الواحد بيشوف حاجات غريبه بصراحه يعني. فاتمنى الموضوع ده يعني يكون يقدر يفيد يعني الناس، مش للمسابقه على فكره والله، انا ده عشان خاطر الشغل بتاعنا واكل عيشنا في اماكننا اللي بنشتغل فيها كلها يعني، سواء في مطاعم او في فنادق او تفر. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. طبعا انا هتكلم في الارشادات والتوجيهات. اول حاجه، مفيش شيف من غير سكينه. السكينه هي البندقيه بتاعتك يعني، السكينه لازم تكون سكينه زي الكتاب ما يقول. وخلي بالكم السكاكين دي قصه تاني، قصه تاني خالص. السكينه دي بتاعت ايه ومقاسها كام سنتي وبتقطع ايه، وسكينه البوتشر مختلفة عن سكينة الشيف، وسكينة الشيف دي كم مقاس، وكل مقاس بتقطع بيه ايه، وسكينة البوتشر دي بتاعت ايه، ودي بتعمل ايه، والسكينة الصغيرة بتاعت ايه يعني. ليه؟ لان انا ببص ما شاء الله يعني، احنا الناس معاها سكينة واحدة بتعمل بيها كل حاجة، كل حاجة. هي السكينة غالبا بتبقى الفيكترونكس المشرشرة دي، يفرم بيها بقدونس، ويقطع بيها لحمة، ويقطع بيها بطاطس، ويقطع بيها كل حاجة، ويعمل بيها تورنيه، بيعمل كل حاجة بالسكينة دي. طبعا مفيش ولا حاجه بتطلع مظبوطه. فالسكينه دي قصص لوحديها، ده توبيك كامل عشان تبقوا فاهمين انواعه ومقاساته وشكله ولونه قصه يعني. فانت اتليست لازم يكون معاك البوتشر نايف، الشيفت نايف لو انت تشتغل بيها، تبقى دي سكينتك انت. وكل واحد فينا لازم معاه سكينته اللي هي يعني، بص بقى سلاحي، ده سلاحي السكينه دي. هو انا من يعني شيف من غير سكينه ملوش لازمه، ملوش لازمة، ده سلاحك. فأول حاجة يكون معاك سكينة يعني. كنا عملنا اختبار قبل كده، تقطع ورقة يعني، تمسك الورقة كده في ايدك وتروح بمشي السكينة عليها زي السيف بتاع الساموراي كده. فدي مهمة جدا. الحاجة التانية يبقى معاك المستحد بتاعك اللي انت ممكن تسد بيه السكينة لو احتجت أثناء الشغل، يكون من ضمن العدة بتاعتك. بلانشاتك، الكاتينج بورد بألوانها على حسب انت المنيو بتاعك فيه ايه، لازم تبقى عندك البلانشات بتاعتك اللي انت هتستخدمها. لو انت ما عندكش بلانشات يبقى هتضطر بقى ان انت تعقم وتغسل وتعمل يعني تعملها اكتر من مره وتعقمها وكده لو انت ما عندكش الامكانيات دي. الحلل والطاسات
بالغطيان بتاعتها اللي انت هتستخدمها. يعني اوكي انت هتروح هناك المسابقه هقول لك ادي البوتاجاز وادي النار بتاعتك وادي بوتاجازك وفرنك، لكن مش هيديك الادوات. فانت لازم تبقى ذكي، انت راح تعمل مسابقه هتعمل طبقين، ما اخدش انا بقى حله 5 كيلو يعني. لازم يبقى الادوات بتاعتي اللي هي تتماشى مع انا هطبخ قد ايه. يعني لازم يبقى الحاجات كلها حاجات ما تهدرش. ليه؟ لان انا نسيت. انت بتتحاسب على الويست، على الفاقد بتاعك. ما ينفعش تطبخ ويترمي في الزباله. انت هتعمل طبقين محتاج فيه صدرين، تعمل الصدرين بس، ما ينفعش تعمل ثلاثه، الثالث ده توديه فين؟ هيبقى ويست، هيترمي، ما انت طباخ. ولو طبعا انت عارفين لو عملنا ده، انت مطلوب منك طبقين الكارت فراخ ورميت ثلاثه، يبقى الثالث ده مضروب يا معلم، هناكله او الطباخين هتاكله. او لو قاعد مش ينفع تسخن، دخلت في ريهيتنج، وريهيتنج معناها الاكل ما بقاش فريش، وطالما ما بقاش فريش خلاص كده هيجيب لك كومبلين، هيبقى في مشكله. فلازم تخلي بالكم الكميات. يعني انا بعمل الطبق بتاعي اخر معلقه باخدها من الطاسه او من الحله بتاعتي هو ده الطبقين، ممكن تزيد معلقه اتنين. اوكي خليك صايع، لازم تركز في الكلام ده كله عشان خاطر مالكش. طب انت يا شيف فرمت كل الدنيا دي، طب هتوديه فين؟ محتاج تفرم، عايز بصل في المنيو بتاعك، خد بصلايه صغيره على قد شغلك عشان تفرمها كلها وتخلص، عشان ما تاخدش كبيره وتاخد بقى النص توديه فين، النص التاني تفضل بقى محتار بيه اوديه فين، هتركنه جنبك واتفتحت طب هتشيلها ازاي. لازم كل شيء يبقى مدروس. طيب انا عشان برضو ما اسرحش منكم، في حاجه اسمها ورك بلان شيت، او اللي بعمل اللي هو خطوات يعني انا عشان ابسطها، خطواتي بالترتيب من ساعة ما هدخل المطبخ واشتغل لغاية مغرب الطبق. يعني دخلت المطبخ هجيب ورقة بيضة كده واكتب فيها دخلت المطبخ، اتنين فردت المزمبلاس، ثلاثة عملت مش عارف مين، اربعة قطعت الطبق، قطعت البصل رقم اتنين، قطعت التوم رقم ثلاثة، حطيت اللحمة في الطاسة. بتكتب ان شاء الله 30 خطوه 40 خطوه 60 خطوه 100 خطوه، اكتبهم خطوات وخد الورقه ده معاك الزقه قدامك على الحيطه. يعني الزقه قدامك على الحيطه في المطبخ بتاعك. ليه بقى؟ كل واحد فينا بيحس نفسه ان هو شاطر بقى وان هو ما شاء الله عليه يعني فاكر كل حاجه. في المسابقه بيحصل لك بانيك، بتتلخم، بتخش في النص كده اثناء الشغل بتضرب لخمه. طب انا احط ايه؟ هعمل ايه الاول؟ لا ده انا نسيت، اخ نسيت دي في الفرن. فالورقه دي بترجع لك الذاكره تاني. يعني يوم ما تعطل بتبص على الورقه، انا في خطوه رقم كام؟ اللي بعد كده المفروض ايه؟ احط الرز. لا المفروض ان انا اشيل دي من الفرن. الخطوه اللي بعد كده لا احط ده في الثلاجه. المفروض ان اعمل كذا، خطوات عشان تبقى انسان منظم وماشي بخطوات منظمه. فالورقه دي هي الجايد بتاعك او هي الدليل بتاعك عشان ما تتوهش. تمام؟ عن خبره كتيره جدا. من غير الروشته دي اللي انت بتكتبها بايدك لنفسك، محدش بيكتبها لك. طب بتكتبها امتى بقى يا معلم؟ ازاي بتكتبها؟ بتكتبها اثناء التدريب. يعني وانت بتتدرب على الاطباق بتاعتك قبل المسابقه، تمام؟ انت بتكتب 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 اللي حصل معاك بالظبط، وتاجل خطوه وتراجع خطوه، المفروض اعمل دي الاول اعمل دي، بتراجع. فانت كل الكلام ده بتكتبه وبتمشي عليه خلاص كده. ما هي دي روشته، لو ما مشيتش عليها بتلبس في حيطه، بتنسى، بتوقع منك حاجه. ده مهم جدا. طب ايه بقى حاجه تانية؟ دي الحاجه دي بتدي انطباع للمحكم او للحكم ان انت انسان مرتب ومنظم. منظم دي في المطبخ بتاعنا اسمها اورجنايزد. البني ادم ده منظم جدا، وده لازم تعرفوها عشان تبقوا مستواكم انترناشونال، مش شيفات محليين. لا عشان خاطر يقول لك لا ده يا عم شيف اجنبي منظم وورق وبتاع، ماشي مع راسه من فوق. طب صنايعي ايه؟ الله اعلم. فانت صنايعي فمحتاج تبقى ايه؟ منظم. يوم ما تبقى صنايعي شاطر وتبقى راجل اورجنايز منظم كويس ومنظم شغلك، جمعت بين الاثنين خلاص بقى، يعني طز فيها حاجه بعد كده يعني. طيب فان انت تكتب الورق بتاعك وتشتغل عليه ده مهم جدا. طب ايه تاني بقى؟ الادوات البلاستيك اللي انت لو انت عندك تيفال
وهتستخدمه يبقى لازم تاخد معاك اللي هي الحاجات اللي هي المعالق اللي هي التيفال اللي هي تتماشى مع طاسات التيفال، بتبقى تيفلون او بلاستيك عشان ما تبوظش الطاسه التيفال او الحله. ما ينفعش تبقى معلقه حديد بقى رايح جايه كده وتجرحها وتبوظها عشان خاطر المسابقه يعني. الميزان لازم يكون معاك ميزان صغير عشان خاطر تبان ان انت شغال بالجرامات، ما بتطبخش بالبركه يعني. اوكي انت راجل شيف وايدك بركه وكل حاجه ما علينا، بس لازم تبقى ميزان. انا اعرف مفيش خباز بيشتغل ميزان، الخبازين كلهم ما شاء الله عليهم ترك، هي ماله تجاره في كيلو او نص كيلو، ايده ميزان. ايده ميزان دي ما تاكلش في المسابقات، ما تنفعش. ايده ميزان دي تخليها في بيتك في الشغل مع نفسك، لكن في مسابقه ايده ميزان دي تلبسك في الحيط. تمام، منور يا كريم حبيبي. لازم يبقى في معاك الميزان عشان خاطر المحكم. بص الراجل ده بيحط كل حاجه بالجرامات، شغال على ريسيبي، شغال على يوز ريكورد، عنده انجريدينتس بيحطها بالميزان بتاعه. شابوه، يبقى الراجل ده ماشي صح. طيب يبقى معاك طبعا فوطه عشان خاطر مش تمسح فيها ايدك، عشان خاطر تمسك بيها لو معاك حاجه سخنه، يبقى طاسه سخنه يبقى معاك فوطه ناشفه مش مبلوله مش الهيجين تمسح تمسك بيها. لكن المناديل بقى بتاعت اللي هي الوان واي دي، هي دي بتاعت النظافه وترمي في الربش على طول بتاعك. طيب ممنوع بقى خالص تلبس في ايدك الساعه ولا انسيالز وانا لابس كده ولا خاتم، كله ده يتشال من عليك يا باشا خالص. ما تحطش بقى لا ساعه ايد ولا بتاع، ما تعلقهمش. طيب ايه تاني؟ يكون معاك منبه محطوط قدامك وعامل عليه تايمر، وتحط المنبه قبل التايمر بخمس دقايق، يعني قبل الستارتر بخمس دقايق يديك رنه يلا بيك اب، فاضل لك خمس دقايق وتغرف. ده مهم تحطه عشان خاطر وانت شغال تبص فيه، فاضل 10 دقايق، فاضل ربع ساعه، فاضل دي، يبقى ده الدليل بتاعك انت وشغال على طول. طيب خطه العمل قلناها اللي هي بتاعت الخطوات بتاعت الشغل بتاعك. تمام، يبقى معاك خل عشان تلمع بيه الاطباق، ويفضل لو انت داخل في مسابقه يبقى اطباقك دي حاول تكون بتشتغل لاول مره عشان يبقى البورسلين بتاعها بيلمع كده وحاجه لسه ما اتلمستش يعني بالكرتونه بتاعتها بيقول. فلازم لو معكش يبقى لازم معاك خل عشان لما بتلمع الخل بيبقى تمام يعني. واحد بيتكلم معايا في التحكيم، انا بص يا ابراهيم الله يخليك، انا خدت ميداليات بالهبل، عمر التحكيم ما كان معايا ولا كنت اعرفها، وانا مش قاهري، انا كنت باجي من الغردقه بشباب زي الفل من الغردقه، وخدنا الكاس مره واثنين وثلاثه واربعه وما اعرفش حد. تمام، ما اعرفش حد. قصه الواحد بيرمي على التحكيم دي، وبعدين محكم بني ادم بشر زيه زي الكوره، مع الكوره برضو تحكيم. خلاص يا عم المسابقات هنحط فيها فار، ايه رايك هنحط لكم فار في التحكيم؟ انا ما بحكمش وما بحبش احكم، بس انا ما بحبش شماعة التحكيم. اعمل اللي بقولك عليه وخليها على ربنا يعني، اعمل الخطوات بقولك عليها وخليها على ربنا. موضوع بقى التحكيم والمحكمين، صدقني التحكيم بموظفهم اجانب ومفيش حد من اللي بيحكم لحد، صدقني عن تجربه. انا مش بحكم لكن انا من جوه المطبخ وبشوف بعيني. تمام، اقسم بالله انا بقول لكم وبشوف بعيني يعني. ولو حصل تجاوز مره او اتنين بس مش على طول، مش على طول. اوكي في تجاوز بنسبه كام؟ 5% 10%، خليك انت في 90 يا عم، خليك في 80%، بس بعدين خش المسابقه استمتع لمتعتك انت. حتى لو ما كسبتش الناس هتقول لك الله ينور يا ابراهيم، الله ينور ده انت كان شغلك زي الفل عادي يعني. قبل كده دخلت انا مسابقه مع التيم بتاعي في راديو سمدو وكنا عاملين بوفيه وبتاع وما كسبناش، خلاص انا دخلت استمتعت باللي عملته، لان الميداليه مش هتزيدني ولا تنقصني، خلاص انا الحمد لله عملت حاجه كويسه، اتشكرت عليها من زمايلي، افدت زمايلي واستفدت منهم، خلاص. هو ده المسابقه، عمر المسابقه ما كانت ميداليه يا اخوانا. عمرك لو دخلت المسابقه عشان تاخد ميداليه، ميداليات بتتباع في العتبه او بتتباع في القاهره. الاشتراك بتاع المسابقه اللي بتشتركه تمام، ال 100 جنيه ولا ال 150 جنيه تجيب لك ميداليتين، روح اشتريهم وعلقهم في الحيطه. المسابقه مش ميداليه، المسابقه اثبات ذات خلاص، وتبادل خبرات، وانت بتقيم نفسك انت فين من المستوى اللي بره من زمايلك. اوكي انا شاطر في شغلي في الفندق بتاعي او مطعمي، طب انا عايز اشوف بقى شكلي اعمل مع الناس اللي بره مستواي فين، وهتعلم ايه منهم وهستفيد ايه منهم وهم هيستفيدوا ايه مني، وبنقابل بعض ونتعلم من بعض. هي دي المسابقه. انا من سنه 2000 وانا بشترك في مسابقات
وده كان الهدف بتاعي، سواء جوه مصر بره مصر، انا بروح عشان اتعلم لغايه دلوقتي بتعلم، مش مسابقه مش ميداليه خالص يعني. ما علي. فالله يخليكم التحكيم حد يجيب سيرته يعني. طيب نكمل. احنا وصلنا لغايه الخل، تمام. طيب حاجه تانية مهمه، وانا قبل كده برضو يعني اتعورت منها في مسابقه من المسابقات، ادوي الاكل بتاعك، خد معالق بتاعت التيست، معالق الوان واي، معالق بلاستيك، وارميها بعد كده. مفيش طباخ ما بيدوش الاكل بتاعه، هتعرفوا ازاي مالح ولا فيه ملح ولا محتاج ملح؟ هتعرفوا ازاي؟ لازم تدوي الاكل بتاعك، مفيش طباخ ما يدوش اكله يعني. الحكم لازم يشوفه كنت بتدوي الاكل، اوعى تستخبى منه يعني، اوعى تستخبى منه انت بتدوي الاكل بتاعك. الطبيعي ان انت لازم بتدوي الاكل بتاعك عشان تعرفه وتظبطه التست بتاعه ده. مفيش حد فينا يعني بيحط ايده على الاكل بيعرفه مالح ولا مش مالح يعني، لسه ما وصلناش لكده، تمام. انا اعرف الشيفات ما شاء الله خبره كبار يعني، كانوا بيحط صباحهم في الميه تبقى شوربه، صلى على النبي يعني. تمام، احنا ما وصلناش للليفل ده لسه. فلازم يكون معاك معلقه تعمل تيست بيها، يفضل ان المعلقه دي تبقى وان واي يعني، تدوب بيها وترميها، تمام، الافضل يعني. ترمومتر، تمام، عشان تقيس الحراره، عشان خاطر يبقى انت راجل منظم، عشان تقيس الحراره لازم تبقى عارف درجات الحراره بتاعت التسويات. هتسوي اللحمه ميديوم، تمام، في المسابقات ما بتسوي يعني دايما تسويات ميديوم في المسابقه، ما تسويش لا اكتر ولا اقل، ميديوم ده الستاندر المتعامل بيه يعني، ميديوم. خلي بالكم في اللحوم، فلازم يكون عندي ترمومتر كده عشان كل شويه اشيك على الاكل بتاعي واعرف درجه السوائل اللي معايا اللي انا بشتغل فيها، درجه الحراره كام. لو عايز اعمل حاجه مثلا بوشي او اللي هي البوتشنج ابقى عارف درجته كام. لو انا عايز اعمل حاجه مثلا سيمرنج لازم اعرف درجه الحراره بتاعتها كام. عايز اعمل بريزي يعني مهم جدا روست، فكل ده محتاج ترمومتر عشان تبقى انت عارف. من غير ترمومتر انت ما فيش. وفي ثلاث حاجات كده هقول لكم عليهم معلومه يعني. في حاجه في المطبخ اسمها ثلاث عوامل الاساسيه في الطبخ بقى، مش دعوه بالمسابقه، ثلاث عوامل اساسيه اسمها احفظوها صم يعني: ويت، تايم، تمبريتشر، وزن، وقت، درجه حراره. وزن، الوقت، ودرجه الحراره. اما كنتش تعرف الثلاث حاجات دول عمرك ما هتطبخ صح يعني. لازم تبقى عارف وزن الحاجه اللي هتشتغلها، مرتبط ارتباط كامل بالحراره وبالوقت. عندي فرخة هسويها في الفرن روست، هتاخد وقت زي الديك الرومي او زي الخروف. طب وزن الفرخة كام والديك الرومي كام والخروف كام؟ طب دي هتاخد نفس درجة الحرارة بتاعت دي ولا لا؟ فدول بيسموهم الثري اليمنتس بتوع المطبخ، او الشيف لازم يكون عارفهم قبل ما يعمل اي حاجة، اللي هو الوقت والتايم، الوقت ودرجة الحرارة والوزن، احفظوهم. طيب احيانا الفرن بتبقى مهيسة بتاعت المسابقة، فاحنا محتاج ممكن ان كيس يعني، ممكن في ناس بتاخد معاها تربوستات او اللي هو بيقيس درجه حراره الفرن عشان خاطر يقدر يظبط الاكل بتاعه، خصوصا ان الفران بتبقى بدائيه شويه، ما هيش بقى حاجه راشنال كده ولا كومبي اوفن بتاع، بتبقى الفران اللي هي العاديه بتاعه اللي هي من تحت دي تحت البوتاجاز، فبتحتاج ان انت تظبط يعني تاخد معاك تربوستات للفرن عشان تتحكم في درجه الحراره بتاعتك. وطبعا الميزان بلاس بتاعك زي ما قلنا كده يبقى مرتب ومنظم، يبقى معاك حاجات كده بلاستيك، ممكن تبقى الحاجات اللي هي الوان واي اللي هي البلاستيك دي تحط فيها، وممكن تبقى حاجات اللي هي بلاستيك اللي انت ممكن تستخدمها وتغسلها يعني، دي تخليها معاك تحط فيها كل الميزان بلاس بتاعك بقى اللي انت بتقطعه. عندي مثلا هعمل جزر مفروم، هعمل بصل، هحطه فين؟ ما اسيبوش على البلانشة بقى، اقطع واشيل 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 واشيل، يبقى انا عامل قدامي لوحه كده اللي هي بتبقى التقطيعات كلها اللي انا عاملها، وابتدي ايه اشتغل بيها او اشتغل منها يعني. طيب عليك ان تتذكر ايه بقى، ان انت تخلي بالك ما فيش اكل يقع منك على الارض باي شكل من الاشكال، ولو حصل ان في اكل وانت شغال في مسابقه وقع منك في الارض فتاخدها من الارض بمنديل مش بايدك، تمام، وترميها في الزباله خلاص، ما ينفعش ترجع في حته تاني خلاص. لو انت لابس بقى جوانتي ومسكتها بيه لازم تغير الجوانتي بتاعك لان في حد بيراقبك، ما تمسكش حاجه من الارض وانت لابس الجلافز وتكمل شغل. ولو انت بايدك مش لابس جوانتي اوكي بقى تمسكها بمنديل وترميها في الربش
عشان خاطر ما حدش يعلق عليك في حتة الهجين ونظف. ما تحطش اي حاجة اكل في الحوض نهائي خالص، يعني الحوض ده يبقى نظيف ما تحطش فيه اكل، تمام. ما تستخدمش الجلافزات مرتين في نفس الحاجة، زي ما احنا قلنا الابرون بتاعك والمريالة يكون نظيف وبلمع. في يعني بلاش العادة بتاعت امسح في الابرون بتاعي ايديا، لازم معاك مناديل تمسح فيها عشان الابرون بتاعك بيتوسخ، فطبعا بيدي انطباع ان الراجل ده مش نظيف او الطباخ ده مش نظيف. لما نلبس الجلافز لازم تكون ايدينا مغسوله كويس، ما نلبسش الجلافز على ايدينا مش كويسه، دي برضو حاجات مهمه جدا لازم نخلي بالنا. التوكات لازم يكون معاك طاقيه او توك وانت شغال، عشان خاطر يكون معاك اكتر من توك مش واحد بس، عشان لو هيتغرق وترمى يبقى معاك واحد تاني بتستخدمه. لما تيجي تغرف في الطبق السخن او الطبق اللي من كورس، حاول تدفي الطبق شويه، مش تخليه يولع يسخن، مش يولع. ليه؟ لان انا لو حطيت الطبق والطبق ده سخن قوي وولع مني، يعني حرارته بقت يعني عاليه قوي، وجيت حطيت الاكل فيه، الاكل بيكمل تسويته. فانت لو ظابط اكلك على ميديم بيبقى اللحمه بتروح منك او الحاجه بتزيد منك، وحالا بيبقى سخن فيحرق الصوص فينشف. تيجي انت تحط الصوص بتاعك والطبق سخن، فخلاص اكنك حطيته في طازه يعني بينشف الطبق. فالطبق يكون دافي ما هواش بيغلي يعني، عشان يحافظ على درجه الاكل يكون سخن. والاطباق البارده لو هتطلع برد اكل بارد لازم يكون الطبق في الثلاجه، عشان يطلع يبقى الاكل طالع يبقى سخن سخن والبارد بارد زي ما احنا قلنا. ايه تاني؟ لو رحت مسابقه الهيس او كده، طبعا في حاجات يعني لو اشتركت في مسابقه ما ينفعش تتعامل مع الجمهور اللي بره خالص، في ناس بتاخدهم الجلاله بقى كده وبيحسوا كده ان هم في كاس العالم يعني، ويقعدوا بقى يحيي الجمهور وبتاع، يروحوا ملخمين والوقت يجري منهم. في منهم بيروح واخد يدي حاجه لحد، ياخد حاجه من حد، الكلام ده ممنوع طبعا اثناء المسابقه. لازم يبقى مكانك على طول نظيف انت وشغال، ما تطلعش 30 حاجه قدامك على الترابيزه. يعني انت وشغال، انا مثلا بقطع بطاطس يبقى بطاطس بس، خلصتها شيلها في الثلاجه طلع اللي بعده. يعني يبقى الترابيزه بتاعتك ما فيهاش غير البلانشه والسكينه وايتم واحد شغال فيه، ما تفرش الدنيا حواليك بقى كده وتنعكش الدنيا ما شاء الله، يعني بطاطس وطماطم والدنيا حواليك كده، لا لا، حاجة واحدة بس على الترابيزة، الكاتينج بورد، ترابيزتك، ايتم واحد هو اللي قدامك، خلصته نظف شيله في التلاجة وطلع الايتم اللي بعده وهكذا. ما تحطش حاجتين ثلاثة قدامك على الترابيزة في توقيت واحد تقطعهم. عندك لحوم، عندك فراخ، عندك سمك، ما تركنوش جنبك لما ينتن وتطبخه، متغلف في التلاجة ويطلع ساعة التشغيل، ما تركنش جنبك حاجزك كده، ما توصلش الحاجة في الدينجر زون أو اللي هو الحاجة اللي هي درجة الحرارة اللي هي الريسك، يا تلاجة يا نار. عارفين طبعا درجة الحرارة من كام لكام؟ المفروض 5 63 ممكن تبقى 70 أحيانا، يعني 63 ل 5 يعني درجة الحرارة اللي هي تبقى من الدينجر زون في النص يعني، وخصوصا الأيام دي كده مع البهدلة اللي احنا فيها بتاعت مش عارفين احنا الفيروسات والزفت اللي احنا فيه. فده مهم جدا تخلي بالك منها. دي يعني تقريبا مجمل الارشادات او مجمل الحاجات اللي تخلي بالكم منها قوي بالترتيب كده، انا حكيتها لكم عشان خاطر لو التزمتوا بيها وظبطتوا التيست بتاع الاكل، تيست الاكل، تيست الاكل 90 مره، افضل اقول له الصبح تيست تيست طعم الاكل تمام، وتسويتك تبقى مظبوطه، ما تطلعش لحمه نيه، تفتح تلاقي الدنيا ذبحت واحد دم، او احيانا مش لا الدنيا اتحرقت ونشف، الفراخ ما بقتش جوسي بقت دراي. تسوياتك مهمه جدا، التسويه بتاثر على الطعم بتاع الاكل، طعم الاكل، كميه الاكل، وانت بتغرف في الطبق البرزنتيشن ليه حاجة تاني خالص. يعني في حاجة اسمها بليت برزنتيشن، ده كورس ان شاء الله كده اوعدكم يبقى مرجعكم ان هو ده اللي عملها لكم بإذن الله،
هو والفود كوست واللي انتوا عايزينه يعني، احنا قاعدين فاضيين اهو. ف البرزنتيشن ليه قواعد كتير ورولز كتير كده، بس طبعا مش هينفع اتكلم فيها دلوقتي عشان الوقت كده، لا يعني هقولها لكم بالتفصيل. وانت بتغرف في الطبق تخلي بالك ايه، وايه اللي يمين وايه اللي شمال، والعالي يتحط فين والواطي فين، تمام، وكم طريقه تقديم اكل. الحاجات دي مهمه جدا عشان خاطر نبقى احنا يعني ماشيين بالظبط كده اكاديميك، مش طباخين بلدي. مهم جدا، مش طباخين بلدي. في فرق ما بين الشيف المحترف اللي هو الاكاديمي وبين يلا بينا نطبخ. مع الطبخ احنا الناس كلها بتطبخ، مش حد ما بيطبخش يعني، لكن تطبخ بطريقه احترافيه كويس، وده مختلف. الترمينولوجي بتاعتك اللي هي مصطلحات المطبخ بتاعتك وانت راجل شيف بتختلف تماما تماما عن ست البيت او حد واحد بيطبخ في البيت. احترم مهنتك، احترم الجاكيت بتاعك في كل خطواتك. يعني انا مش عايز اتكلم يعني اذكر حاجات معينه كده عشان ما حدش يزعل مني، مش وقت حد يزعل من حد. انا بحب الناس كلها والحمد لله ما عنديش يعني اي عداوات مع حد، وبلتزم الصمت يعني، ما بحبش اتكلم تمام. بس بامانه لا، في حاجات بتخلي الواحد يحزن، بشوفها في كل حته بس بحزن. بس هنعمل ايه؟ على قد ما نقدر نحاول نوعي الناس زمايلنا ونتكلم معهم يعني في الحاجات اللي هم يخلي بالهم منها، وان شاء الله يا رب كلكم تكسبوا وكلكم تبقوا احسن ناس وتاخدوا ميداليات وتبقوا يعني من احسن الشيفات اللي في العالم، وانتوا تستاهلوا تبقوا كده يعني. لو اي حد بقى فيكم يعني، انا النهارده لايف يعني فرصه، لو اي حد فيكم عايز مني انا كعصام اي حاجه انا تحت امره يعني، اللي امر بيه. عندكم مقترحات عايزينها حاجات معينه يعني، انا لابتوب كتير عنده كتير، ويعني اقدر اطلع منه ونتكلم ونحكي ونقول واللي انتوا عايزينه يعني. انتوا عارفين الواحد الحمد لله انا ما بخلش لاي حد بحاجه نهائي، لا في الشغل ولا كده يعني. أنا ممكن أكون كمان على الفيسبوك أنا واصل لعدد أكتر من الناس في الشغل عندي أو كده. فأتمنى يا رب كده لو حد عايز حاجة يقول لي أي حاجة معينة يتكلم معايا فيها أنا تحت أمره. هظهر معاكم كده يعني من وقت للتاني. أنا امبارح كده حطيت حاجة، ممكن كمان بعد بكرة أتكلم معاكم في حاجة تاني. في فود كوست، وفي بليد برزنتيشن، وفي كوكينج تكنيكس، وفي طبعا البوفيه سيتنج، ازاي تعمل بوفيه، ازاي تعمل سيت اب بوفيه، يعني كورسات كتير سواء كانت الماتيريال بتاعتها موجوده او خبرتي انا العمليه في مجال الشغل بتاعي دي، ممكن اقدر يعني يعني بحجم كده الخبرة المتواضعة اللي عندي أقدر يعني أفيد بيها زمايلي من الشيفات. ويعني مش عارف يعني ده اللي أقدر أقوله يعني دلوقتي، ويا رب إن شاء الله كده يكرمكم جميعا وكل التوفيق يا رب والخير ليكم. وشكرا ليكم وإن أنتوا يعني استحملتوني الوقت ده، وندعي بس كده ربنا يعدي الأزمة اللي احنا فيها دي على خير، ويحفظ مصر كده وناس مصر، ويحفظ الوطن العربي كله يا رب، وكل زميلنا من جميع الدول العربية، وزميلنا الشيفات عامة من كل حتة. وأنا لسه النهاردة الجماعة السوريين صحابي وحبايبي، طبعا الشيف مأمون بعت لي شهادة تقدير أنا بشكره عليها، ده طبعا ده شرف ليا يعني. ونتمنى يا رب يبقى في تواصل على طول، هوعدكم ان شاء الله بمفاجآت كتير الفترة اللي جاية، وهنعمل حاجات كتيرة جدا ان شاء الله المرة اللي جاية بغض النظر عن اي شيء. ولو حد عايز يسأل انا ليه بتكلم في التوقيت ده او في الوقت ده تحديدا، انا هقول لكم عشان انا فاضي. انا صريح، عشان دلوقتي احنا قاعدين اجازات وفاضيين، عندنا انترنت فاضيين الوقت ده بأمانة. لما بكون في الشغل او عندنا شغل، الواحد ما بيقدرش يبقى فاضي عشان خاطر يعني ما بيقدرش، لكن ممكن، لكن ما بيقدرش طبعا يعني
شغل وكلكم بتبقوا مشغولين يعني، الناس كلها دلوقتي بتسمع وحظر ومش حظر، فالوقت المناسب ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه، مش اي حاجه تاني خالص يعني. فان شاء الله كده يعني ممكن بعد يوم الاربعاء، انا ان شاء الله بعد بكره هتكلم معاكم في موضوع كده تاني مهم جدا، وما اعرفش يعني ممكن الناس برضو، انا المفروض ان انا ابتدي بان انا اعرف نفسي، لان برضو في ناس ممكن ما تكونش تعرفني، فانا يعني ما رضيتش ابتديها في الاول، لكن هراكم في الاخر كده. وبنهي اخوكم انا، اعوذ بالله من كلمه انا، عصام سيد، عضو مجلس الاداره لجمعيه الطهاة المصريين من اكثر من 20 سنه، و اكزيكتيف شيف في فندق من الفنادق اللي بتديرها شركة ماريوت العالمية في القاهرة، وبس مفيش حاجة تاني. فإن شاء الله كده نتقابل، وأنا على الفيسبوك أو على اللي أنتوا عايزينه تواصلوا معايا، وأنا تحت أمركم في أي حاجة تأمروا بيها يا رب، وكل التوفيق ليكم. ولو في أي حاجة ناقصة في موضوع المسابقة اللايف أنا نسيها وحد هيسألني عليها، أنا مستعد ان انا ارد عليه يعني في اي وقت، اكلمه واشرحها له بالتفصيل، وان شاء الله بس الدنيا تفك شوية من اللي احنا فيه ده والحظر يتشال، احنا ممكن نعمل الكورس ده لايف مش على الاونلاين، لا ننزل في مطبخ ونطبق الكلام ده كله، يبقى التدريب عملي، لان المطبخ ما ينفعش فيه نظري بس، لازم عملي، ونعمل حاضر يا موسى اعملك الفودكاست، ونعمل الكلام ده عملي ونتدرب عليه عشان خاطر نعرف اخطائنا ايه في ورك شوب، عشان نبقى جاهزين للمسابقات بجد يعني فعليا. كل التوفيق ليكم وصدعتكم، ويا رب اشوفكم كلكم على خير، ومتشكرين جدا، يا احسن ناس في الدنيا يا رب. تصبحوا على خير، شكرا.